Kansas. Element that exists as gas at 25 degrees centigrade on atmosphere. يعني لما نتكلم عن غازات احنا نتكلم عن الغازات في الظروف الطبيعية يسموها ambient condition. تمام؟ والغازات اللي موجودة في الجدول الدوري هي اللي باللون الأزرق، يعني الهيدروجين موجود على شكل H2، النيتروجين موجود على شكل N2 O2 F2 Cl2، وهاي عبارة عن الغازات النبيلة موجودة على شكل هيليوم، مش هيليوم 2، لا هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زين، رادون. هاي الغازات المشهورة جدا موجودة في الطبيعة عند حرارة الغرفة وضغط جوي واحد. The pressure of gases. أي كلام عن الغازات يرافقه كلام عن الضغط. The pressure of gas يعني ضغط الغازات. أي غاز يوجد في وعاء محصور، يعني في وعاء مثل هذا الشكل، يبدأ هذا الغاز يرتطم بجدار هذا الوعاء محدثا الضغط. لذلك هون شو يقول لك؟ result of constant movement of gas. هذا البريجر، هذا الضغط للغازات، ينتج عن الحركة المنتظمة الدائمة لجزيئات الغاز and their collisions واصطدامها with the surface around them، واصطدامها بسطح الوعاء الذي توجد فيه أو حوله. The pressure of gas depends on several factors. وهذه several factors مهمة جدا، اللي هي عدة عوامل، منها number of gas particle in a given volume. يعني لو أخذنا في هذا الوعاء 20 مولكيول، 20 جزيئة من الغاز، راح تعطينا ضغط معين. لو أخذنا 2000 جزيئة أكيد راح يكون الضغط عالي جدا مقارنة بالعشرين. فعدد البارتيكل يؤثر إيجابا على البريشر، يعني direct proportional، يعني تناسب طردي. أيضا الفوليوم of container، الوعاء، حجم الوعاء الذي يوجد فيه هذا الغاز. فإحنا إذا أخذنا 20 أو 20 مولكيول في هذا الفوليوم، ورح نحصل على ضغط معين. إذا عملنا الفوليوم على قد الشاشة هيك رح يكون الضغط أقل أكيد، وبالتالي التناسب عكسي ما بين الحجم وما بين الضغط للغاز اللي موجود في ذاك الحجم. أيضا من العوامل المؤثرة على الضغط الغاز هي الـ average speed of gas particle، يعني السرعة ومتوسط سرعة الغازات اللي موجودة داخل هذا الحجم. يعني لو أخذنا 20، نفس الشيء 20 مولكيول حطيناهم في هذا الوعاء عند حرارة الغرفة راح يكون لهم ضغط. طب لو سخننا هذا الوعاء إلى 30 درجة مئوية أو 40 أو 50، كل ما رفعت الحرارة سرعة الجزيئات تزداد، اصطدامها سرعة الاصطدام تزداد، وبالتالي الضغط راح يكون أعلى. الآن هذا الضغط له طرق لقياسه والتعامل معه مع وحدات القياس تبعته، وهذا الموضوع جدا مهم في هذا الشابتر. Measuring air pressure، يعني بداية بده يبدأ بقياس الضغط الجوي. قياس الضغط الجوي يستخدم جهاز اسمه باروميتر لقياس الضغط الجوي، أو تم استخدام هذا هو الجهاز. هذا عبارة عن وعاء فيه ميركوري، هذه المادة هي ميركوري، وأيضاً هذا التيوب مليان ميركوري، هذا التيوب مليان ميركوري. طبعاً شو اللي ملأ، شو اللي عباه؟ خلينا نشوف. هذا التيوب هو تست تيوب زي القلم، بس من هون فاتح، بنقلبه بنحطه على سطح أو نغمسه داخل الميركوري، داخل الزئبق، ويكون هذا فاكيوم. مهم جدا هاي الكلمة، يكون فاكيوم يعني مفرغ من الهواء، يعني ما في أي دقائق هواء. فمجرد إحنا ما قلبناه داخل هذا السائل، الضغط الجوي راح يضغط على هذا السطح، وشو بيساوي بالميركوري؟ بيطلعوا وين؟ بيطلعوا بهذا التست تيوب من جميع النواحي. تمام؟ بيطلع مسافة،
هاي المسافة نقيسها في المسطرة، من هون لسطح السائل لهون، هنلاقي المسافة هاي 76 سنتيمتر عند مستوى سطح البحر، أو 760 مليمتر، لأن السنتي 10 ملي. إذا بالمسطرة أو بالمتر قسنا من هون لهون، تمام؟ المسافة هاي تمثل ماذا؟ تمثل قوة دفع الضغط الجوي للسائل داخل هذا الفاكيومد تيست تيوب، وبالتالي هذا هو الضغط. إذا ليش ارتفع الزئبق بهاي المسافة؟ بسبب الضغط الجوي اللي دفع الزئبق من جميع النواحي وطلع وين؟ داخل هذا الأنبوب المفرغ. طبعا بيقول من هون لهون تمثل يعني أو تتأثر بالجرافيتي، بالجاذبية الأرضية. إذا هذا هو الأتموسفيريك بريشر، بيضغط السائل. و طب ليش ما ضغطوا للآخر؟ في قوة معاكسة لقوة الضغط الجوي اللي هي الجرافيتي، وبالتالي الجرافيتي بتشد تحت والضغط بيطلع فوق. المحصلة تاعتهن عند 76 سنتي، هذا وين؟ عند مستوى سطح البحر. طيب تتوقع لو طلعنا على معان راح تطلع 76 سنتيمتر ولا أقل؟ معان عالية، عالية عن مستوى سطح البحر، وبالتالي قوة الدفع راح تكون أقل، عمود الهواء أقل. يعني لو أخذنا هذا هو مستوى سطح البحر، وهذا هو الغلاف الجوي، آخر الغلاف الجوي، وهذا هو جبل اللي عليه معان. الآن هذا الباروميتر موجود هون، عمود الهواء من هون لسطح الزئبق غير هذا أيضا باروميتر غير عمود الهواء، يعني عمود الهواء هون في معان أقل، وبالتالي راح تكون قوة الدفع للأعلى أقل. إذا ما راح يكون 760 مليمتر، راح يكون أقل. وإذا نزلنا للأغوار اللي هي تحت مستوى سطح البحر، راح يكون وزن عمود الهواء أكثر في الأغوار لأنها أقل من مستوى سطح البحر، وبالتالي راح يكون هناك الضغط أعلى، وبالتالي راح يكون أعلى من 76 سنتي، يعني ممكن يطلع ل 80 ل 78 حسب المنطقة اللي أنت موجود فيها، في منطقة الأغوار الخاصة البحر الميت اللي أخفض نقطة في العالم. إذن الباروميتر هو عبارة عن column of mercury supported by air pressure، يعني هو عمود من الزئبق. بس حبيت أفرجيكم شو يعني عمود من الزئبق. هو هذا، ولا الزئبق سائل، وهو يعني الفلز الوحيد اللي سائل في حرارة الغرفة أو في الظروف العادية هو الزئبق، عشان هيك استخدموه لموازين الحرارة مثلا، ولا جهاز الباروميتر اللي هو بين أيدينا هون. supported by بريشر يعني يدعم من الضغط الجوي اللي هو اتموسفيريك بريشر، هو اللي يرفع، يعني هو اللي يخليه مدعوم ومستمر في هذا التيوب. فورس اوف ذا اير اون ذا سيرفيس اوف ذا ميركوري، قوه الهواء على سطح الزئبق، بالانسد باي ذا بول اوف جرافيتي، راح يعني تتساوى مع قوه الجاذبيه الارضيه للاسفل. اون ذا column ميركوري، يعني شو اللي يخلي الزئبق ما يطلعش للأخير؟ هي الجرافيتي، تمام؟ وبالتالي هناك فيه balanced between atmospheric pressure and gravity. هذا الجدول اكتب عليه حفظ، وما تجينيش في رسائل بكرة وتقول لي أي جدول وأنا نسيته ومش عارف إيش. هذا الكلام شفته امبارح في رسائل، وأول امبارح مجموعات الأيونية اللي قلنا لكم احفظوها، كتبت لكم اكتب على هذا الجدول حفظ، انتهى. مش ليلة امتحان تتذكر وين الجدول اللي قال لنا عنه حفظ. وحتى في طالب، جزء 3 طلاب بعثوا لي، قلت سألوني عن المجموعات الأيونية، قلت لهم على الجدول اللي اتفقنا نحفظه، بعثوا لي الجدول الدوري، قلت لهم والله أنا مش حافظ. لذلك يا جماعة ركزوا معي، إذا هذا الجدول نكتب عليه حفظ، سهل طويل بس سهل. اولا هذا كومنس اوف بريشر، يعني الوحدات المشهوره لقياس الضغط. اتموسفير، هذه الوحده العالميه المشهوره اللي هي اكزاكتلي 1. باسكال، باسكال هو فورس على الاريا، ونيوتن على متر تربيع يساوي الباسكال. احفظوهن هذول لانه محتاجين قدام شويه، كثير محتاجين. باسكال هي نيوتن على متر تربيع اسف، وتساوي 101,325، بينما كيلو باسكال 101.325. إذن هذه 1000. ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني هذا الرقم أن 1 ATM
يساوي كذا باسكال. عرفت كيف تقرأ الجدول؟ 1 ATM بيساوي 101.325 كيلو باسكال، 1 ATM يساوي 760 مليمتر زئبق، أو ما يسمى تور نسبة إلى العالم تور شيلي. أيضا 1 ATM يساوي 29.92 إنش من الزئبق، والإنش حكينا هو وحدة قياس بريطانية. أيضا تور حكيناها، تور ما في داعي نكررها، 67 لأنها هي تور شيلي تور. أيضا 14.7 ساي، هذه كثير ينسوها الطلاب، ساي وهي باوند على إنش تربيع، باوند على الإنش تربيع، وهذا أيضا وحدة بريطانية. هاي الوحدات كلها راح نستخدمها، يعني مرات كثير نعطيكم بالإنش بضطر ترجعوا إلى ATM تشتغل عليه، لأنه معظم الأسئلة بنحلها بالـ ATM أتموسفير. شوف سؤال High Performance Bicycle Tire، عندك عجل بسكليت ضغط داخله عالي جدا، ضغطه كان 132 بساي، What's the pressure in millimeter mercury؟ يعني هنا ما في direct conversion between psi and millimeter زئبق، فاحنا مضطرين نحول الى ATM اول ثم الى millimeter زئبق، والطرق كثيرة تقدر تعمل نسبة وتناسب، تحول psi الى ATM اول نسبة وتناسب، يعني الواحد ATM 14.7 بساي، طيب 132 بساي كم ATM؟ بتطلع ATM، بس تحصل على ATM بتروح تحولها إلى مليمتر زئبق، مليمتر زئبق، أنت حرين، أو تورشلي يعني، أو أنا أفضل هاي الطريقة، بروح أحط الوحدة المعطاة معي هون اللي هي 132 بساي، أضرب بconversion factor، هذا اسمه هذا الكسر اسمه conversion factor، معامل التحويل، بحيث أحط psi تحت و ATM فوق، وأحط الأرقام، الواحد ATM يكافئ 14.7 psi، هيك أنا شطبت psi لحد هون الوحدة معي بالـ ATM، يعني مرات كثير يطلبك أعطيني ATM خلاص لحد هون وقف، يعني اقسم 132 على 14.7 خلاص ATM، لكن هون متعدي وقايل لي جيب المليمتر زئبق، بضرب بكمان conversion factor آخر وأحط الـ ATM اللي هي طلعت معي هون، ها بدي أتخلص منها بحطها في المقام، والمطلوب أحطه في الباست مليمتر زئبق، فـ ATM مع ATM بتروح بيصفي معي مليمتر زئبق 6.82 في 10^3، ولا تنسوا انه هذا exponential notation، يعني رقم مضروب في أس، الرقم اللي قبل الفاصلة لازم يكون رقم من 1 لـ 9. مثال آخر، the pressure of gas is measured as 49 tor، يعني غاز معين قاسوا وجدوا ضغطه 49 تور شيلي. Represent this pressure in both atmosphere وباسكال، يعني وش يحولوا atmosphere بعدين يحول، يعني ما تشتغلش على هاي الطريقة، يعني بدنا يعني لحد هون نوقف لحد هون المرة الأولى اللي هي هاي، طلعوا هاي تور هون والتور وين هون، شطبناهم مع بعض يعني وقفنا لهون، طلع معي ATM تمام، بأخذ الـ ATM هذا اللي طلع 6.4 في 10^2 ATM، بضرب الـ ATM تحت والمطلوب فوق 101325، بيطلع معنا هيك الباسكال، أو تقدر تعمل هيك بس تحصل في النهاية على باسكال مباشرة، لكن هو طالبني أتموسفير عشان هيك فصلتها بخطوتين. ننتقل الآن إلى المانوميتر. مانوميتر هو جهاز زي الباروميتر اللي قبل شوي، لكن هذا يعني يستخدم device used to measure the pressure of reactions. طبعاً الغازات اللي تطلع من التفاعلات كمية قليلة جداً، وبالتالي لا يمكن
لجهاز باروميتر انه يقيسها، لانه هذاك مفتوح، مفتوح للضغط الجوي، وبالتالي في عدة عوامل مؤثرة عليه. عشان هيك نستخدم المانوميتر، والمانوميتر هو عبارة عن يو شيب تيوب، يعني هو عبارة عن تيوب على شكل الحرف يو مغلق او مفتوح من الطرف. partially filled with liquid يعني يعبأ جزئيا بليكويد، ويفضل يكون ميركوري لكن اي ليكويد يمشي حاله. connected to the gas sample ويكون مربوط مع، يعني خلينا نشوف الجهاز احسن. هذا هو الغاز سامبل، هذا هو الغاز سامبل، التفاعل بيصير هون، بيطلع الغاز هيك، بتكون هون في حنفية في بداية التفاعل. إذا كانت مغلقة، مستوى السائل في هذا الحرف اليو نفسه طلع هون وهون. أوكي، هذا before opening، قبل أن أفتح هذه الحنفية، بحيث هذا يكون vacuum، هذا أصلا كامل. هذا كامل، هذا وهذا بيكون vacuum. بعمل التفاعل، بيطلع غاز، بيجي من هون، بيضغط على هذا السطح، إذا فتحنا الحنفية تنزل هاي، تطلع من الجهة الثانية هيك. المسافة بالمسطرة من هون لهون تسمى H، the highest of pressure of gas. إذا مرة ثانية، المانوميتر هو عبارة عن new shape tube partially filled، ممتلئ جزئيا، لاحظ مش مليان كامل، with liquid، هاي الليكويد، connected to the gas sample، هذه هي الغاز sample، on one side في أطرافه، and open to their to the air on the other side، ويكون مفتوح من هنا أو مغلق. هذا مثال أخذناه مغلق، بعد شوي رح نأخذ مثال آخر مفتوح. أوكي، بالتالي هذا after opening، and هذا الغاز أخذ مجده في دفع السائل لتحت وخروجه من الناحية الأخرى. فالسؤال هون مثال، يعني يقول إذا كانت H، بكرة بالامتحان يسألون إيش يعني H. إذا كانت H، H قلنا هي الفرق ما بين هذا المستوى من السائل وهذا المستوى من السائل، نتيجة دفع الغاز إله. إذا كان هذا الفرق 6.5 سنتي، calculate the pressure in the flask، يعني احسب ضغط الغاز داخل الفلاسك. سهلة جدا، 6.5 سنتي بضرب في 10 مليمتر على 1 سنتي، راحت سنتي مع سنتي، بيصفي معاي 65 مليمتر زئبق أو تور. بقسم على 67 تور، بتروح تور مع تور، بيصفي معاي 8.6 × 10^2 أتموسفير. بضرب في 101,000 باسكال، بشطب أتموسفير مع أتموسفير، بيطلع معاي هنا 8.7 × 10^3 باسكال. يا ريت توقفوا هون كله أمثلة. الناس اللي تطلب نماذج أسئلة موجود بالكتاب، فوق 30 سؤال على هذا الموضوع، يكفيك الكتاب. If the above sealed tube manometer had high، إذا كان ارتفاع هذا، يعني نجاب لك سؤال آخر، كان 20 inch between mercury levels، ما بين مستويي الميركوري، was the pressure of the flask in tor and atmosphere. 20 inch حولها لسانتي أول، نضربها. طبعاً الانش هو نحط الانش تحت، في 1 inch في 2.54 سنتيمتر، انش مع انش بتروح، صفى معي سنتيمتر، بحط السنتيمتر تحت عشان اشطبها، السنتي في 10 مليمتر، يطلع معي الجواب 508 تور او مليمتر زئبق. بنحوله الى اي تي ام عن طريق القسمة على 760، راح تور مع تور، صفي معي هذا القياس. برضو ووقف، استخدم آلتك الحاسبة، أتأكد، وبعدين خذ أمثلة من الكتاب. مثال آخر، لما يكون عندي open manometer. open manometer يعني الآن هذا الفراغ مفتوح، مكان يعني مش مغلق، بالتالي هنا رح يلعب دور كبير جدا مع مين؟ الاتموسفيريك بريشر،
يعني هل راح يضغط هذا السائل لتحت ولا ضغط السائل يكون أقوى منه يضغطه لفوق؟ خلينا نشوف مع بعض. Calculate the pressure in flask, enter atmosphere and pascal. طلع هون شو الارتفاع 118، هون شو الارتفاع 215. احنا لما نحط الاسئله نجيب open manometer راح ناخذ هذا الرقم مجرد ونعمل له التحويلات اللي صارت هون ونحط دائره وراح نشتغل صح كالتالي، ناخذ بعين الاعتبار الضغط الجوي ونحط اجابه، وبالتالي انت كيف ما حليت راح تلاقي اجابه، ان حاولت غلط او حليت غلط راح تلاقي اجابه، لانه انا راح امشي معك مع الغلط تبعك واحط لك دائره. يعني الدوائر لما نحطها احنا يعني الناس بيقول والله انا حال كل شيء طلعت علامتي 2، ما انت بتحل كل شيء، لانه انا اقعد افكر زي انت ما تفكر واقول لو الطالب ما حول شو راح يصير معه، بحط لك دائره، لو الطالب فهم هيك شو راح يطلع، بحط لك دائره ثانيه، وبالتالي يعني الاسئله الدائره مرات تاخذ منا 10 دقائق عشان احط لك دائره، يعني بدي انا امشي معك انت كيف تفكر واحط لك دائره، وبالتالي لازم تكون بيرفكت عشان تنجح في حلمك، لازم تكون واثق من نفسك، والثقه لا تاتي الا من حل الاسئله او الامثله. عموما نجي على المانوميتر الـ A ونناقش. الآن كان مستوى السائل هون وهون. الآن إذا أجى الغاز من الفلاسك المفروض هذا ينزل وهذا يرتفع. هيك المفروض هيك تعلمنا. لكن بهاي الرسمة تحديداً الضغط الجوي لعب دور كبير جداً في الموضوع. يعني الآن هذا الغاز طالع وعندك مقابله بالضبط نازل الضغط الجوي لأنه مفتوح للضغط الجوي. الآن من خلال هاي الرسمة مين اللي راح يغلب؟ هو اللي راح ينزل مستوى السائل من عنده. ففي هاي الرسمة الضغط الجوي أعلى من ضغط الغاز بأكم ب 118 مليمتر زئبق، لكن هون الضغط اللي جاي من الغاز تغلب على الضغط الجوي ورفعه لفوق بكم؟ ب 215. إذن الحالة الأولى P inside flask is greater than P atmosphere، يعني الضغط داخل وعاء التفاعل هون في هذا الرسمة A أقل، والدليل أن السائل من جهة الضغط الجوي نقص مستوى وارتفع باتجاه مين؟ باتجاه، يعني بمعنى آخر قوة دفع الغاز كانت أقل من قوة دفع إيش؟ الضغط الجوي بأكم؟ بالإتش اللي بين أديكم، وبالتالي بحكي P flask هون أقل من P atmosphere. So P inside flask راح تساوي، احفظوا هذا الحل، مش احفظوا يعني احفظوا الطريقة، راح يساوي 760 ناقص 118. يعني لو أخذنا فرضا هذا الوعاء وطلع معي غاز وظل مستوى السائل زي ما هو، بقول قوة دفع الغاز تساوي الضغط الجوي، يعني قديش؟ يعني 760. لكن بما أنه الضغط الجوي تغلب على ضغط الغاز، إذا ضغط الغاز أقل من الضغط الجوي بأكم؟ بالارتفاع اللي صار في هذا المانوميتر، لذلك أنا قلت 760 ناقص 118 تطلع معي القيمة الصحيحة لضغط الغاز، وهي أقل من الضغط الجوي ب 118 درجة أو 118 ضغط. أوكي، مرة ثانية هذا الرسمة، السائل نزل لتحت من هون وارتفع من هاي الناحية لأنه الضغط الجوي هون أكبر من إيش؟ من ضغط الفلاسك، أو الضغط الغاز داخل الفلاسك أقل من إيه؟ من الضغط الجوي، أقل بأكم؟ ب 118 تور، بمعنى إنه 642 تور كان ضغط مين؟ ضغط الغاز داخل الفلاسك، فما قدرش يتغلب على 760.
فنزل من عند الضغط الجوي وارتفع من جهة الفلاسك. خلاص التحويلات هذه أنتم مسؤولين عنها. في الرسمة بي الموضوع مختلف، مين أقوى؟ الأقوى اللي هو مين؟ اللي داخل الفلاسك، فاللي داخل الفلاسك بيفلا أكبر من الأتموسفير، سو أكبر بأكم؟ ب215 مرة، إذن ضغطه أكبر منه فعلا وهو 975، عشان هيك دفع السائل وارتفع من جهة الأتموسفير، لأن 975 أكبر من إيش؟ من 600 من 760 تورشلي. خلاص عرفنا مليمتر زئبق، حول لسنتي، حول لأتموسفير، زي ما بدك تحويلات اللي أنت بدك إياها. هذا التدريب فقط، تدريب calculate pressure in flask part A and B، يعني بده بالحالتين ها in tor بوحدة tor if the atmospheric pressure ما كان 760 كان 635، يعني بدل هاي بدي احط 635 واحل نفس الشغل، وبدل هاي بدي احط 635. هذا تدريب لكم فقط. طبعا هاي الاجابات ايديال جاز لو نأجله للمرة الجاية ان شاء الله تعالى، لانه الموضوع بده شو يعني ايديال جاز لو ما رح نفلح فيه اذا ما كنا متمكنين منهم. لا تنشغل في كوزات المواد وفي دراستها وفي المد على حساب هاي المادة، فأرجو من الجميع أن يكون يعني متابع لجميع المواد.